الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ما زلنا نواصل الحديث عن الاحاديث المسلسله وفي يومنا هذا نلتقي مع الحديث المسلسل بالاشاعره من طريق اهل اليمن فقد حدثنا شيخنا الشيخ علي بن محمد بن عمر الزيلعي الاصولي المسند المتكلم شيخ الاصول بجامعه دار العلوم الشرعيه والشيخ محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم الوصابي المدرس ايضا بجامعه دار العلوم الشرعيه وهما يرويان عن مفتي الحجاز فضيلة الشيخ العلامة الأصولي عبد الله بن سعيد اللحقي أما الشيخ الزيلعي فقد أخبرنا مشافهة وأما شيخنا الشيخ عبد محمد عبد الرحيم فقد أخبرنا إجازة ويروي الشيخ عبد الله بن سعيد اللحقي عن مفتي اليمن ومفتي المراوعة وحاكم مدينة المراوعة السيد وجيه الدين عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن الحسن ابن عبد الباري الاهدل الذي يروي عن والده حاكم المراوعه جمال الدين محمد ابن عبد الرحمن ابن الحسن ابن عبد الباري الاهدل الذي يروي عن شيخه جمال الدين محمد ابن احمد ابن عبد الباري الاهدل المعروف بكتابه الكواكب الدريه شرح المتممه الاجروميه الذي يروي عن عمه الحسن ابن عبد الباري الاهدل الذي يروي عن خاتمه المسندين في اليمن وجيه الدين عبد الرحمن ابن سليمان ابن يحيى ابن عمر مقبولا الاهدل المعروف بصاحب النفس اليماني الذي يروي عن والده سليمان الذي يروي عن شيخه فضيلة السيد صفي الإسلام أحمد بن محمد شريف مقبولا الأهدل الذي يروي عن خاليه عماد الدين يحيى ابن عمر مقبولا الأهدل الذي يروي عن السيد الجليل أبي بكر ابن علي البطاح الأهدل الذي يروي عن السيد الامام يوسف بن محمد بن يوسف البطاح الاهدل الذي يروي عن الحافظ الطاهر محمد بن الحسين الاهدل الذي يروي عن وجيه الدين عبد الرحمن المعروف والمشهور بابن الديبع الشيباني الذي يروي عن عدد من مشايخه من اشهرهم وابرزهم زين الدين أحمد ابن أحمد ابن عبد اللطيف الشرقي صاحب كتاب التجريد الصريح في اختصار صحيح الإمام البخاري الذي يروي عن شيخه نفيس الدين سليمان ابن إبراهيم بن عمر العلوي الذي يروي عن والده برهان الدين إبراهيم بن عمر العلوي الذي يروي عن شهاب الدين احمد بن ابي الخير بن منصور الشماخي الذي يروي عن والده ابي الخير بن منصور الشماخي الذي يروي عن عدد من المشايخ من اشهرهم الامام ابي الحسن علي بن هبه الله المصري المعروف والمشهور بالجميزي وإلى شهاب الدين أبي منصور أبي الخير بن منصور الشماخي ينتهي إسناد أهل اليمن للحديث المسلسل بالأشاعرة ثم ينتقل إلى ابن الجميزي الذي يروي عن الإمام الحافظ خاتمة الحفاظ والمحدثين الإمام المسند الذي يذب وذب عن امام اهل السنه والاشاعره عن الامام ابي الحسن الاشعري ما نسب اليه من الكذب وهو الامام ابو القاسم علي بن هبه الله ابن عساكر صاحب كتاب آه تنبيه كذب المفتري فيما نسب الى الامام ابي الحسن الاشعري هذا الامام يروي ابن عساكر عن ابي عبد الله محمد ابن عبد الجبار ابن محمد الخواري البيهقي الذي يروي عن الإمام المتكلم الفقيه المحدث الحافظ أبو بكر أحمد ابن الحسين البيهقي صاحب كتاب الصفات الذي يروي عن عدد من مشائخه من أشهرهم أبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك والباقلاني وأبو منصور البغدادي أما أبو إسحاق الإسفرايني وابن فورك فيرويان عن أبي الحسن الباهلي عن إمام طريقة أهل السنة والجماعة وناصر طريقة أهل السنة والجماعة الإمام بلا منازع الإمام أبو الحسن الأشعري واما الباقلاني فيروي عن ابي عبد الله محمد بن احمد ابن مجاهد الطائي عن امام اهل السنه الامام ابي الحسن الاشعري واما طريق البغدادي الذي يرويه البيهقي عن الامام الاستاذ ابو منصور عبد القاهر ابن طاهر البغدادي فيرويه البغدادي قال سمعت عبد الله بن محمد بن طاهر الصوفي قال دخلت البصره ووجدت ابا الحسن الاشعري يناظر المعتزله وقد ابهتهم فقام له احدهم وقال له قد علمنا تبحرك وعرفنا تبحرك في علم الكلام وانا نسالك عن مساله ظاهره في الفقه فما تقول في رجل صلى صلاة دون أن يقرأ بفاتحة الكتاب فقال الإمام أبو الحسن الأشعري أنبأنا الإمام زكريا ابن يحيى الساجي قال أنبأنا عبد الجبار ابن العلاء ابن عبد الجبار قال أنبأنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال الزهري عن محمود بن الربيع عن عباده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب قال عندما ذكر هذه الروايه وهذه الحكايه ابن عساكر في كتابه التبيين قال فبهت هذا الرجل ولم يستطع ان يرد او ان يسال بعد ذلك الامام ابا الحسن الاشعري ثم قال الامام ابن عساكر وفي هذه الحكايه اشاره للالمعي الى ان الامام ابا الحسن الاشعري يقول بمذهب الامام الشافعي الامام ابو الحسن الاشعري الذي تنسب اليه الطريقه الاشعريه قد يتعجب بعض الناس فيقولون لماذا تقولون في العقيده عقيده الاشعري لماذا لا تقولون عقيده الكتاب او عقيده السنه رد على هذا الكلام الامام ابن السبكي وغيره قال انما نسبت طريقه المتكلمين في الرد على اهل البدع من المجسمه والمعتزله وغيرهم الى الامام ابي الحسن الاشعري لانه هو الذي قام بمناصره ونصره مذهب اهل الحديث ومذهب اهل السنه والجماعه ورد على المخالفين وجاء بطريقه في الرد عليهم فالتف حوله ائمه المذاهب الاربعه واهل الحديث فسمي التابع له اشعري كما ان التابع للامام الشافعي شافعي وكذلك التابع للامام مالك مالكي والتابع للامام ابا حنيفه حنفي والتابع للامام احمد بن حنبل حنبلي وكذلك التابع لقراء من القراءات فيقال هذا قراءه حفص وهذا قراءه ابن كثير وغير ذلك فالامام البشعري لم يبتدع طريقه جديده في الدين انما جمع اقوال ائمه اهل السنه والجماعه ودافع عنها ونافح عنها فصار المتبع للامام ابي الحسن الاشعري متبع لطريقه اهل السنه والجماعه في طريقه الاستنباط وطريقه المناظره وطريقه التفكير والتعامل مع النصوص الشرعيه كما الف علماء الاصول والامام الشافعي كتاب الرساله وصار هذا الكتاب هو وسيله للمشي والتعامل مع الاحكام الشرعيه كان كذلك الامام ابو الحسن الاشعري في طريقه علم الكلام علم العقيده. ايضا الامام ابو الحسن الاشعري عندما سلك هذا المسلك سلك وجعل لطريقه الاشاعره مسلكان مسلك اهل التفويض ومسلك اهل التاويل فاذا ما وجدوا انسانا سليم العقيده تعاملوا معه بمسلك اهل التفويض فمثلا يقولون في قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه يقول لك تمر هذه الايه كما جاءت كما قال الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه من غير زياده ولا نقصان ولا تقديم ولا تاخير مع تنزيهنا لله عز وجل عن مشابهه الخلق فهو تفويض اجمالي وتفويض وفيه نوع من التأويل الإجمالي بحيث أنك تقول أن الله عز وجل يستحيل أن يشابه خلقه لكن تمر هذه الآية أما من حاول أن يزيد أو أن يضيف في هذه الآية فيقول حقيقة أو يقول لله وجه أو غير ذلك نقول له اتلو الآية كما هي بالإضافة كل شيء هالك إلا وجهه من غير زيادة ولا نقصان ولا تتقول على الله ما لم يقله فكما جاءت الايه اتلوها وقل امنا بالله على مراد الله على ما جاء عن الله مع تنزيهنا لله عن مشابهه الخلق فاذا ما وجدوا انسانا مريضا بالتشبيه قالوا اذن العلاج ان نؤول هذه الايه فيقولون في قوله تعالى كل شيء هالك الا وجه المقصود بالوجه هو الذات فيقول اي كل شيء هالك الا ذاته سبحانه وتعالى هذا هو المشهور من مذهب الاشاعره في التفويض والتاويل نسال الله ان يوفقنا لما يحب ويرضى انه على ما يشاء قدير وبالاجابه قدير نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين